السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا بلاي شو فوريفر. اليوم نتحدث على واحد الباك اللي تنعرفو كاملين اللي تيعملنا كاملين كذلك، اللي هو الباك ديال ديتوكس أو الباك من أجل تنقية الجسم. أولا هذا الباك اللي خصنا نعرفو قبل ما نستعملو تيخصنا نكونو مستعدين نفسيا ونكونو مستعدين كذلك بدنيا، لأن باش يعطي النتيجة ديالو تيخصنا نديرو معاه الحركة اللي هي ضرورية من أجل تنقية الجسم، وكذلك تيخصنا نتبعو معاه واحد البرنامج غذائي اللي يكون سليم ومتوازن باش يمكن أننا نحقق الهدف من تنقية الجسم. فالباك ديتوكس ديال فوريفر تتقترحوا علينا اشنو فيه؟ في اولا لا بولب دالويفيرا اللي هي عباره على مضاد غنيه بمضادات الاكسده، ومضادات الاكسده تلعبوها الدور ديال تنقيه الجسم وانه تجديد الخلايا داخل الجسم، وهذه المساله اللي هي مهمه بطبيعه الحال. النقطة الثانية هو أن فيه الفوريفر فايبر اللي هو غني بالألياف الغذائية اللي تتلعب الدور ديال قد تنقية خصوصا الجهاز الهضمي ديالنا، وكذلك تخلصنا من السموم ومن الدهون والسكريات اللي زايدة في الجسم ديالنا. كاين كذلك الفوريفر لاكتيف بروبي اللي تيعجبني بزاف أنا لأنه مهم بالنسبة للأمعاء، فيه بكتيريا اللي تتقوي الصحة ديال الأمعاء، وتنعرفوا بأن كيف ما تنقول لكم دائما كل شيء تبدا من الأمعاء. إذا كانت الأمعاء صحة جيدة وسليمة راه الجسم غيمكن له يستافد من جميع المكونات اللي تندخلوا الجسم ديالنا. إذا كانت الأمعاء ديالنا بصحة غير جيدة بطبيعة الحال فالجسم ما غاديش يستافد من كل ما تندخلوه من المكونات الغذائية. النقطة الأخرى اللي كاينة هو الكالايت اللي هو عبارة على بروتينات نباتية، وهي مهمة بطبيعة الحال بالنسبة للعضلات ديالنا، وتنعرفوا بأن الفرق ما بين البروتينات الحيوانية أن البروتينات الحيوانية فيها دهون مشبعة للزيادة ديالها ولا الإكثار ما يقدر يدير بالجسم، في حين أن البروتينات النباتية ما فيهاش الدهون المشبعة اللي هي تقدر تضر بالجسم ديالنا، وبالتالي فإدخال البروتينات النباتية مسألة اللي هي جيدة ومهمة بالنسبة للجسم ديالنا. كاين كذلك عندكم هنا لو ميت روبون باش تعرفوا التور دو تاي لانه مهم بزاف، وطبيعه الحال كاين واحد لو بوتي ليفري اللي غتلقاو فيه مجموعه ديال النصائح فيما يخص الحركه ديالكم وطريقه اتباع المنتوج ديال ديتوكس ديال فوريفر. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه ديال اللي هضرنا فيها على ديتوكس ديال فوريفر، وتنعاود ناكد اننا خاصنا نديرو مع الحركه ومع البرنامج الغذائي اللي خصو يكون طبيعي ومتوازن. وتبارك الله عليكم، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.